مرحبا برج الحوت، اهلا فيكم. وعندنا الكيمي، الكيمياء، احس هذا الكرت حق وضعكم. راح يتكلم عن تأثير جدا قوي. تعرف بعض المواد الكيميائية اذا خلطناها مع بعض في الوقت المناسب في الظروف المناسبة نقدر نحصل على تفاعل. هاي الكلمة اللي ابيها، تفاعل. تأثيرك في الفترة القادمة راح يكون وايد كبير، ضخم. اوكي، مفاعل نووية، شلون شيء مادة صغيرة من اليورانيوم تسوي كل هاي الطاقة، تسوي كل هاي التهديد، تسوي كل هاي. لا تنسى عندك القرش هني. تأثيرك، ضخامتك، ثباتك، حتى سهولة حصولك على الأشياء اللي تبيها من الحياة، من الشريك بشكل عام، راح تكون وايد أقوى، مضاعفة. مو مضاعفة بواحد واثنين وعشرة، مضاعفة بأرقام جدا كبيرة. فكون حريص أن أنت في الفترة القادمة تستخدم هاي الطاقة لمصلحتك. أحس هني عندك نوع من العصبية، الطاقة الشرسة اللي طالعة، لأن لا تنسى عندنا قرش. يمكن صبرت على وضع، على شخص لفترة طويلة، وصار عندك كذي لحظة غضب، لحظة عنف تجاه أحد، لحظة كره، حتى عندك كره. فعلى الأقل، لأن هني في عندنا نار لا تنسى، على الأقل هذا الكره، هذه العصبية، استخدمها لمصلحتك، استخدمها ان انت تفيد نفسك. اوكي، لان هاي النوع من الفرص ما تظل معانا طول الحياة. هذا نوع من الطاقة اللي اتي تقعد معانا على افضل، في افضل الحالات لمدة شهر شهرين، وبعدين ترد تخف ونرجع الى طاقتنا الطبيعية. برج الحوت، انت بعادتك هادئ، انت بعادتك خفيف، خفيف ان تنهضم مع الناس، ولكن راح يكون جدا كلمتك جدا مسموعة. الأنظار تتطلع إليك في الفترة القادمة، حتى الشريك، أوكي؟ ينتظر منك أنت التعليمات، ينتظر منك أنت أن تعطيه علامة الرضا. هاي اللي أبي أقول لك إياه. شريكك عند الدولفين، حيوان يحب الحياة الاجتماعية، يحب الاجتماع، يريد أن يجمعك معاه، أوكي؟ في ظروف تليق فيك. هاي اللي قاعدة أشوفه عندنا هني، الدولفين ومعاه ثلاثة الأكواب تحت. الخصم أو الطرف الثالث عندنا دودة الأرض. في شخص، ولكن تحت دودة الأرض ملكة النار. في الماضي، نتكلم عن الماضي، هذا الشخص كان تهديد، مو لعلاقتكم، ما أحس تهديد للعلاقة نفسها، تهديد للسعادة. دائما يوجد طريقة إن يتعسكم فيها، يدخل الكدر على حياتكم. أوكي، يخليكم تفكرون، يخليكم تتعبون، يخليكم تخافون. طاقته طاقة الماء اللي طالعة احنا عندنا وايد واضحة، التخويف. عشان كذي يمكن صدرت منك ردة فعل شوي عنيفة، او راح تصدر منكم. لما اتكلم عن الطاقة هني، ممكن ان بعضها صار في الماضي، بعضها قاعد يصير في الحاضر، او كلها راح تصير في المستقبل. انت اللي لازم تعرفون شنو من الطاقة قاعد يتحقق، وشنو راح يتحقق باكر، وتشكلون القراءة بما يناسب وضعكم مع الشريك. لكن هني هذه فيها لحظة خروج القرش من الاعماق الى السطح. اوكي، يبرز هذا الجناح اللي عنده، يبرز هاي الجزء منه، ويكشر عن انيابه ويعصب. كأنك قاعد تدافع عن حقك بانك تكون سعيد مع الشريك. ما ادري، يمكن هذا الشخص احتمال ام، اب، شخص جدا قريب منك او من شريكك، شخص رقم واحد اثنين من اولوياتكم. ولكن دائما يعتبر نفسه انه لحق انه يدخل بهاي الصورة، صورة ملكة النار، يدخل ويتأمر ويبدي رأيه بدون ما يفكر انت شنو تبي. مو مهم بالنسبة للطرف الثالث، ما ياخذ بعين الاعتبار ان انت والشريك لكم حياتكم الخاصة، ما يحترم الحدود. اوكي، وانت هني كله تتكلم لي احس عن الحدود، وعن شنو من حقي وشنو مو من حقي. شنو قاعد تقول لي هاي في تكشيرة الانياب، ان انا برج الحوت هذا هو وقتي الخاص، في أحد يبي يتعدى على وقتك. ولكن حقيقة هذا الشخص أو الطرف الثالث جبان، لأن أحس من أول تكشيرة أنياب صار عنده انسحاب. دودة الأرض من أقل الحيوانات في السلسلة الغذائية، وحتى طاقة فيها طاقة انسحاب، طاقة خوف، طاقة ما أريد أني أواجه. أوكي، فتتعامل مع طبيعة إنسان جبان، مو شجاع، ما راح يواجه. أوكي، ولكن في نفس الوقت يمكن لما تأمن له تشوف منها تصرفات ما توقعتها، فما تقدر تعطيها الثقة، ولكن في نفس الوقت هو إنسان جبان. شريكك عنده الدولفين، وايد مهتم
لما أشوف حيوان جدا فيه الكثير من المتعة. الألوان هني ألوان دودة الألوان اللي مجتمعة في دودة الأرض مع الدولفين يحسسني أن الطرف الثالث كأنه من أهل أو جاي من طرف الشريك، مو من طرفك أنت. أوكي، وهذا الشخص بطبيعته ترى إنسان جيد، يعني بشكل عام في الحياة مو إنسان سيء أو سيء السمعة، أو إذا سألت عنه راح يقولوا لك هذا فلان نصاب. مو نصاب، ولكن عنده حب التملك طاقة النار، موجود في حياة شريكك احتمال قبل ما أنت تكون موجود، من الأهل من الأصدقاء، فهني يعتبر أنه له حق تملك. وبقول لك شغلة، يمكن أنت يا برج الحوت لو ما اخترت هذا الشريك، لو ما كنت مع هذا الشريك، ما بيكون هذا الشخص عنده مشكلة معاك. أوكي، مشكلته أنك اخترت شخص مقرب منه، وهو هنا عنده نوع من طاقة الحماية. دودة الأرض ملتفة على نفسها، تبي تحمي. أوكي، عندها خوف على شخص تحبه. شريكك عنده الدولفين، احتمال أنك تتعامل مع برج مائي، لأن عندنا تحتها وايد طاقة الماء. الدولفين أيضا مائي، وأنت أيضا هنا عندك قرش مائي. عندنا حوت، سرطان، عقرب، أو شخص طالعة، يمكن قمرة في هاي الأبراج. أوكي، أنت كنت كل تفكيرك في الفترة القادمة راح يكون تجاه شنو ردة الفعل، أو شنو المواجهة اللي لازم أسويها لآخر مرة عشان أبين حق هذا الشخص الطرف الثالث إنه مو مسموح له يظل يتدخل في حياتنا. في تدخل، في تدخل. أوكي، كل ما تمشي خطوة مع الشريك يأتي هذا الشخص يتصرف كأنه هو مستشار أو مشرف، ويريد أن يعرف التفاصيل ويعطيكم الموافقة، حتى لو أساسا أنتم مو طالبين الموافقة منه. هذه الطاقة المستقبلية أحسها. إنزين، عندكم الكوب الأول، ستة الخماسيات، وسبعة السيوف. في هذا الكرت أحس هذه هي اللحظة اللي يا برج الحوت قرر أنك ما راح تظل فيها تدور وتلف في الأعماق، أعماق المحيط هني في الظلام. راح تظهر إلى العلن، راح تظهر غضبك، تظهر حدودك. أوكي، تظهر للشخص هذا مثلا أنه متعدد حدوده في الفترة القادمة. هذا الشخص دايما ينجح لتأثير، ترى هو بعد لتأثير، وتأثيره يلعب في طاقة الماء، طاقة المشاعر، يعرف شلون يحسسكم بالذنب أنتو والشريك، حتى لو ما تسوون شيء غلط. عنده هني دائما طريقة، مدخل يحسسكم فيه ان انتم كأنما غلطتوا في حقه، قصرتوا معاه، اخذتوا شيء مو من حقكم. يلعب على هذا الوتر، فكن حذر. ستة الخماسيات مع الكوب الاول برج الحوت، بغض النظر عن شوية العصبية او الشراسة اللي راح تظهر منك او ظهرت اوريدي في الفترة القادمة، في عرض بداية جدا جميلة. بداية، هاي البداية المطلوبة، بداية يجتمع فيها الحب والحبيب والشريك والاستقرار في البيت. من الكرتات اللي موجودة قدامي أحس استقرار في البيت، استقرار في الأمور المادية. جدا وفرة في المادة في الفترة القادمة، خصوصا من شريكك تجاهك أنت، خصوصا إذا عبرت، لأن أنت هني القرش اللي كان موجود في الأعماق يظهر إلى السطح، خصوصا إذا تكلمت، تواصلت، عبرت لشريكك أن أنت مثلا تريد سيارة أفضل، أو تريد سيارة من الأساس، تريد وسائل راحة أفضل لحياتك. رح يستطيع شريكك في الفترة القادمة انه يوفر لك افضل سبل الراحة. ستة خماسيات مع الكوب الاول، مو بس يكون موجود في حياتك ولكن تعيشون في فقر او في حاجة، ابدا. اموال يجتمع مع راحة، حب يجتمع مع راحة مادية، مع برستيج. هاي اللي احسه، طاقة برستيج لسبب ما، حتى لو انت الحين، انا ما قاعد اقول ما في صعوبات مادية، معناته طاقة مستقبلية. لو انتوا الحين تعانون من صعوبات مادية او الامور مو مستقرة 100% ماديا في سبل الراحة في حياتكم انت والشريك، في الفترة القادمة راح يكون في انفراجة كبيرة، لان اشوف هني الدولفين كأنه مفتخر ومستمتع انه يقدر يقدم لك هذا الشيء، فراح يقدر يقدم لك الكثير في الفترة القادمة. عند ملك الاكواب، كرت العربة، برج السرطان، وثلاثة الاكواب، راح يتباهى فيك ويحرص انه يجمعك. يمكنها بسبب هاي الخلاف اللي صار، وراح يصير، راح يصير في انشقاق في العائلة، انشقاق بين الناس اللي محيطين فيكم. ناس ياخذون حزبك، ناس ياخذون حزب او طرف، يقفون الى جانب الطرف الثالث. هني راح يحرص هذا الشخص، ترى عنده نوع من الحكمة شريكك، راح يحرص انه يجمعكم. فهاي النقطة ابي اوضحها لك يا برج الحوت، هذا الشخص ما راح ينقطع من حياتكم،
شريكك عنده فكرة جدا أفلاطونية عن كيف تبدو الأسرة السعيدة، ما يحب أن يكون في شخص مو موجود، حتى لو هذا الشخص مؤذي مثلا، حتى لو هذا الشخص ظالم، على الأقل يكون موجود معانا في الفرح. يمكن أنتم مقبلين على فترة خطوبة، فترة زواج، فترة كتب كتاب. أشوف هني حفلة صغيرة، ولكن في هاي الحفلة الصغيرة يقدم لك الشريك فيها الكثير، كثير من الاعتبار، الامتنان، الاحترام، الهدايا، سبل الراحة. يعني ما أحس هني أن مثلا عندكم طاقة أن على طول تنتقلون من مثلا علاقة إلى زواج، لا، أول مرحلة توها طاقة، أول مرحلة خطوبة، كتب كتاب، يقدم لك فيها الكثير من الهدايا، من الاحترام، من يدخلون محملين بالهدايا، أهله. يمكن هذا الشخص أحد من أهله، ولكن أحد مؤذي، أحد شوية متحكم، أو دائما له رأي، يبي كل شيء يمشي على رأيه الخاص. أوكي، في الفترة القادمة خذ بعين الاعتبار أن شريكك هذا تفكير عن الأسرة السعيدة، أن حتى في أفراد بعض الأصدقاء أو الأهل اللي ما نتفق معاهم 100%، بس راح يسعده مثل ما هو هني في الفترة القادمة راح يسعدك كثيرا. هو اللي راح يسعده أن أنت تغض النظر، أن أنت أيضا تدخل في طاقة على الأقل عدم مواجهة، مكشر عن أنيابك، ولكن على الأقل ما تمثل تهديد أنت بعد، عدم مواجهة. إذا أنت أيضا دخلت في طاقة عدم المواجهة، شريكك راح يكون سعيد أكثر، ويقدم لك أكثر، تقوى علاقتكم للأفضل. عندنا العربة التحرك إلى الأمام. أوكي، كأنما ما أدري ليش هني أحس في شيء يخص سبل المواصلات، أو راحتك أنت العملية، طريقة ذهابك إلى العمل، طريقة ذهابك إلى الجامعة. راح يحرص الشريك في الفترة القادمة يكون إما هو الشخص اللي يوصلك، إما يوفر لك سيارة جديدة، إما يوفر لك أموال، يوفر لك شيء يسهل عليك شيء كبير في حياتك. مثلا أنت توك هنا أحس عندك طاقة قاعد تتسلق سلم الحياة العملية والنجاح. أوكي، فهو هني يعطيك، يقدم لك، يستثمر فيك شريكك في الفترة القادمة استثمار كبير، عشان إنه مؤمن فيك. لأن عندنا ملك الأكواب، الملوك يظهرون حبهم بطريقة عملية. هذا مو طبيعة الشخص، أو مو نوع الطاقة اللي بيقعد يتكلم معاك طول اليوم في التلفون ويقول لك كلام شاعري، لا، هذا الشخص اللي راح يتصل فيك، يسألك فعلا عن أخبارك، ياخذ أي شكاوى عندك، أو أي ملاحظات إنك تعبان، ناقصك كذا، محتاج كذا، ياخذهم بعين الاعتبار، عقب فترة قصيرة يوفر لك كل اللي أنت كنت تحتاجه، كل اللي أنت قال متعبك، أو كل اللي أنت اشتكيت منه، ما عدا التخلص من هذا الشخص. فكون ذكي في استخدام طاقة الشريك في الفترة القادمة، أقدر أوفر لك كل شيء، كل شيء في يدي، كل شيء أملك سلطة عليه، من طاقة وقوفي معاك، دعمي لك بالمادة، بالدعم المعنوي، أقدر أوفر هذا الشيء، أقدر أكون جدا حاضر في حياتك، أقدر أكون معاك على نفس الكفة، متفقين 100% في الفترة القادمة. أشوف وايد طاقة زرقاء هني حولكم، طاقة مياه، اتفاق 100%. يمكن شريكك يكون أيضا برج مائي، ولكن مو شرط، أبدا مو شرط، ممكن برج ترابي، هو ماخذ هني منعكس الطاقة. أوكي، خلينا نشوف آخر شيء. عندنا ملكة النار، 10 السيوف، السيفين. أحس هني في سيناريوهين. السيناريو الأول إذا فعلا أنت فقدت أعصابك ومريت بهاي مرحلة العصبية أمام الشريك وتجاه الطرف الثالث، راح يأثر الشيء هذا سلبا عليك. ولكن إذا أنت أيضا دخلت في طاقة عدم المواجهة، اللي أشوف أنه مو بس راح تقدر تحصل كل هاي الامتيازات من شريكك، ولكن أيضا الطرف الثالث ما راح يكون عنده خيار إلا أنه ينسحب فورفيت، ما عنده خيار، ما عنده مجال إنه يظل يبدي رأيه، خلاص يتوقف الشيء، في توقف. عندنا 10 سيوف، انتهاء، انتهاء، وشخص واقف مو عارف شلون يتصرف، مو عارف حتى شنو خطوته القادمة، كأنما ما في خطوات قادمة، توقف الشيء، dead end، نهاية مسدودة للطرف الثالث. أوكي، بس تحذيري لك في الفترة القادمة إن تأثيرك، تأثير كلامك، شكاويك، توطيد علاقتك مع شريكك راح تكون جدا قوية. عندنا الكيمياء جدا قوية، فاحصل على كل الامتيازات اللي تقدر تحصلها، ركز على علاقتك بالشريك،
أفضل ما تستثمر كل هاي القوة اللي راحتي في طريقك، كل هاي التركيز اللي تملكه في الفترة القادمة أفضل ما تصرفه على الطرف الثالث، لأن كذي ولا كذي ما راح يكون عنده خيار إلا أنه ينسحب في الفترة القادمة. عزيزي برج الحوت.